اهلا وسهلا بيكم، رجعنا من فاصل تاني وبنكمل مع بعض. الرز بلبن الخطير الكريمي الحلو اللي زي بتاع الشارع بالظبط، اي محل عظمه كده عايز تاكلي منه انا بقول لك استغني عنه وتعالي كلي الحلويات دي مع العجه مع شويه العصير الفريش الحلو البيتي الجميل ده. عاملين الوليمه دي؟ طب هنكمل كده ونسكت ونتخن ونقعد؟ لا، معانا دكتوره دعاء نوير النهارده مشرفاني ومنوراني، وبقى لها فتره ما طلعتش معايا فانا حبيت اضيفها بالاكله المصريه الشعبيه الحلوه دي. قلت افتح بيها كده الاسبوع ونبدا كده مع بعض نقول بسم الله ونشوف رايها في السفره دي ايه. اهلا بك حبيبتي يا شيف، حضرتك اللي منوره الدنيا كالعاده، وسفره تجنن يا جماعه حبيبتي. انا واقفه مش عارفه اتكلم، الله اكبر. ايه العجه والبتنجان والرز بلبن والعصاير؟ لا الله اكبر، انا عايزاكي تيجي معايا هي كده. لا لا لا. الكاميرا تيجي انا كده معاكي كل يوم، مش هقدر اسيبك في الحاجات الجامده دي خالص. الله اكبر، انا عايزه بس نبقى في الحله هنا كده يا دكتور. الله، ونشوف القوام الكريمي اهو من غير ما نحط اي حاجه منه، فيه النشا بتاعته هو اللي لفته وخليته القوام ده. تعالوا كده معايا بقى في الحله بعد اذنك يا استاذ معتز، والله انا مش عايزه، انا عايزه الحله. ايه الجمال ده؟ الله يلا بينا اهو. بصي يا دكتور القوام كريمي ازاي، ولسه لما يبرد بقى هيدوب من كتر الجمال. يعني اكاد من فرط الجمال اذوب يا شيف. ايه الحركات دي؟ الجمال. الله الله، هو ده القوام اللي احنا عايزينه. وبيطلع زي بتاع المحلات بقى يا شيف. كريمي كده وناعم، حاجه بيتي بقى وانت ضمناها، حتى لبن طبيعي. حتى الكريمه اللباني بتاعتك طبيعيه. الله. كله طبيعي في البيت. انا شايفه كمان مزوقه بشويه فواكه وصوصات وحركات. أيوة. لازم ندلع البيت كده وندلع الناس كبير اللي عايشه فيه. الموضوع كبير عشان يبسطوا مننا. طبعا. لا ده الموضوع حلو، عايزه اقول لكم ده الاكل المصري الاصلي، الاكل الحرش اللي بيفتح النفس، اللي طبق بيجر طبق. اما البتنجان ده بقى وجماله في حته تانية خالص. هو ده بقى اللي مع العجه يخليكي تاكلي خمس ست رغيفه كده. خمس ست كمان؟ خمس ست. لا بس احنا مش هنوصل الناس ان هم يقدروا ياكلوا خمس ست. يلا بينا بقى، قول لنا بقى احنا ناكل الكميه المناسبه ازاي. النهارده هندي لهم كورس الحرق المضاعف. تمام. اللي ياكلوا اللي نفسهم فيه، كلوا عجه وبتنجان وكل الاكلات المصريه الجميله وكمان غير المصريه، وبراحتك خالص. بس مش هتقدري تاكلي كتير، هتاكلي كميه بسيطه بس على قد البنزين بتاع اليوم بتاعك. حلو. طب والقديم بقى اللي انا قاعده مخزناه هحرقه لك برضو، البطن والارداف والاجناب كل ده هنسيحه النهارده يا شيف. بايه؟ بكورس الحرق المضاعف. جايبه لك شويه قنابل معايا كده موقوته بتفجر لك كل الدهون القديمة. حلوة قوي، يعني حبايبك كلهم هيتبسطوا مننا النهاردة زي ما هم مبسوطين من العجة والبتنجان والعصير الخطير اللي قدامنا بلونه التحفة ده. لا هنشرب وهناكل وهنتبسط، لان جايبه لهم الكبسولة المزدوجة. يعني ايه المزدوجة؟ كنا بننزل قبل كده مع الشيف عزة بالكبسولة اللي بتكمم لي المعدة عشان نحس بالشبع. انا النهاردة عشان احنا بقالنا كتير قوي ما جيناش للشيف عزة، وبصراحة هي وحشانة جدا. عملنا قلبي ايه؟ والله منوراني. والله يا شيف فعلا حضرتك يعني تأثير كبير قوي ان احنا بعيد عنك، فاحنا لازم النهارده نيجي ونعمل الواجب الكبير قوي. بايه؟ بالكبسوله المزدوجه. بتعمل لي حاجتين مهمين جدا، بتكمم لي المعده، يعني بحس بحاله الشبع 48 ساعه شبعان، بفطر وبتغدى وبتعشى بس بكميات قليله. بالاضافه ان بتعمل لي بقى الحاجه الثانيه اللي كلكم نفسكم فيها وبتحبوها، رسم الجسم، نحت الجسم، الاجناب والارداف والبطن بتترسم. كل ده في كبسوله. ايوه في كبسوله مع كوبايتين ميه. خلوا الميه عليكم والكبسوله علينا. هتاخدي الكبسوله لو معاها كوبايتين ميه هتحسي بحاله من الشبع، والدهون اللي مضايقاكي الموضوعيه كلها هتنتهي يا شيف. طب يا دكتور عشان العظمه اللي انت بتقوليها دي احنا لازم نروح للشاشه كده ونزلوا لنا البيدج بتاعه الكورس بتاعنا، وكمان الارقام والتواصل، ومعانا خدمه الواتساب نقدر لو لقينا الخطوط مشغوله، عشان بعد العروض الحلوه اللي الدكتوره دعاء بتقولها لنا دي اكيد هنلاقي الخطوط مشغوله، نقدر نسيب عشان نحجز الكورس، نقدر نسيب مسج كامل بحالتنا وهيرجع يرد عليكم ان انتوا حجزتوا كده الكورس. برافو عليك يا شيف. هو النهارده كلمه السر معانا ايه؟ كورس الحرق المضاعف. هتبعتي فورا على الواتساب وتقولي عايزه كورس الحرق المضاعف مع شيف عزه النهارده. اليوم مختلف وجميل جدا، وباكد لك على الفعاليه من 15 ل 20 كيلو نزول في الشهر الواحد، يعني تحدي 30 يوم معاكي هتنزلي فيهم من 15 ل 20 كيلو من غير اي مضاعفات ولا تعب ولا هالات سودة ولا تهدل في بشرتك ولا دايخه وتعبانه وعندي صداع. كل ده مش موجود يا شيف النهارده. حلوة. احنا النهارده معانا الجديد كله، معايا مثلث الحرق. ايه هو؟ اتكلمنا على الكبسوله المزدوجه، وكمان اما اخش لك بنقط الحرق في نص النهار اللي كاني عملت بالظبط ساعتين جيم، ساعتين بجري وبتنطط وبلعب وانا قاعده في مكاني، كل ده بحرقه.
خش لك كمان بالليل بالاعشاب اللي بتنقي لي الدم والدهون الحشويه والدهون اللي في مجرى الدم، الاملاح، الصديد، كل ده بنشيله يا شيف. معانا تليفون يا دكتور. يلا الو يا مريم. الو. ايوه يا مريومه. الو، صباح الفل عليك. صباح الهنا والسعاده يا قلبي، اتفضلي. صباح الخير يا رب. صباح الخير عليك. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. طبعا شكلك صوتك حلو، هتخسي ولا خسيتي؟ لا، انا في واحده جارتي هي خست جدا، يعني خست جدا على الكورس، وانا يعني لدرجه ان انا شفتها ما عرفتهاش. طب حلو قوي. ده اداكي حافز ان انت تكلمينا. فده اداني حافز طبعا ان انا اتكلم، بس انا مش بسال ليا بقى، انا بسال لبنتي. بنتي عندها 15 سنه. طب يلا بينا، الدكتور معاكي اهو، هترد على كل اسئلتك يا قلبي. قولي لي بقى. اهلا بيكي يا جميله، منورانا. اهلا بيكي. اهلا بيك بحضرتك. قولي لي بقى، بنوتك وزنها قد ايه وطولها قد ايه؟ هي وزنها 85 كيلو، وهي طبعا قصيره يعني 150. تمام. قولي لي، في مقاومه انسولين عندها؟ مقاومه انسولين؟ لا، هي انا ما حللتهاش ما حللتش. تمام. بصراحه، بس هي عندها الشهيه عاليه جدا. طب شرهتها للسكر ايه؟ بشعة. شرهتها للسكر ايه؟ بتاكل سكريات كتير؟ حلويات. حلويات طبيعي. والحاجات بتاعت بره دي، الشيبس والحاجات حاجات الجاهزه. تمام، هرد عليكي حالا. وعايزه اقول لك انت اتصلتي في الوقت المناسب جدا، لان الكورس بتاعنا امن من اول سن البلوغ لحد 70 سنه. ليه؟ لانه الياف طبيعيه، مرخص من وزاره الصحه المصريه، وباكد 100,000 مره يا شيف، الكورس بالكامل، امان تام، لانه مرخص من وزاره الصحه المصريه. يعني طول ما انت بتاخدي الكورس، سواء انت او بنتك او مامتك او جدتك، كل ده في الامان التام، لان لكل حاله الكورس اللي خاص بيها. عندنا الفريق الطبي بيعمل ايه يا شيف؟ بيفصل الكورس على حسب الحالة، يعني لكل شخص الوصفة بتاعته أو الكورس بتاعه اللي هيناسب حالته هو. بالظبط. مش مجرد كورس عموما بيتبعت لأي حد وخلاص، لا، ده في ميديكال تريتمنت بمعالجة طبية ومعاملة طبية خاصة لكل كلاينت أو لكل بيشنت معانا. طب يا دكتور، عايزين نقول لهم ونفهمهم ونفكرهم بحاجة مهمة جدا. اتفضلي. إن الشحن مجانا، وكمان المتابعة الطبية مجانا، دي حاجتين مهمين جدا احنا بنحب نأكد عليهم، لان ده بيريحك جدا خلال ان انت بتاخدي الكورس، فبتبقي مرتاحة ان انت فريق طبي كامل متابع معاكي وعارف من اول ما بدأتي لحد ما خلصتي. ده في حاجات كمان تانية مجانا يا شيف. النهاردة عشان بننزل معاكي وبقالنا كتير ما نزلناش، في هدايا النهاردة. حلو. وهدايا جبارة طبعا. كل انثى حلمها شعرها، شعر يبقى جميل وطويل، مفيش فراغات، مفيش سقوط شعر. انا النهاردة بديكي البيوتين. بيعمل ايه البيوتين؟ البيوتين ده يعني فيتامين شامل وكامل، كل علة فيتامين بي، يعني فراغات الشعر وسقوط الشعر انتهى، شعرك هيطول وهيتقل وهيحلو، وكمان بشرتي هتتنقى. الاكسده اللي بتبقى في وشنا احيانا بتبقى ست، رغم انها بيضه وجميله، لكن وشها مأكسد، وشها مسود او معتم، كل ده نتيجه للدهون والسموم اللي مليانه لجسمك. انا النهارده بشيل لك كل ده بالبيوتين، وكمان بديك القهوه الخضراء هديه، المشروب الساحر اللي بيعلي لي الحرق وبيدي طعم ومذاق لليوم غير عادي، بعلي الحرق، مضادات اكسده عاليه جدا، وكمان بظبط سكر الدم وضغط الدم. كل ده في بوكس النهارده ايه؟ الحرق المضاعف. طب انا عايزه اطلع مع بعض كده العج اللي احنا عملناه على الهواء. ده انا مستنيه عشان بحب اطلع كده ايه الانتاج اللي بنعمله في الحلقه، بيبقى بالنسبه لي احلى كمان من النسخه اللي انا بعملها. تعالوا نشوف كده. يلا بينا. علي يا دكتور كده، انا مبهر مع بعض. الله 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 الله، ابداعاتك يا شيف، ابداعاتك. اخ، الريحه ايه يا دكتور؟ لا لا، ده طالع علينا يا جماعه من الفرن، لا تلحقونا بقى لا ما تلحقوناش. الله اكبر، ايه الجمال ده يا شيف؟ ده على الهواء مباشره يا جماعه، حصري. لو تيجوا مكاني كده وتشموا وتشوفوا، يعني مش هتمسكوا نفسكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحه خطيره، وزي ما انتم شايفين كيكه، هو ده الاكل المصري ما شاء الله. الله اكبر، الله حلوه أكبر. جدا بألف هنا وشفا على كل اللي هيجربها يا دكتور، وهياكلوا وهيتبسطوا وكمان هيخسوا. بالظبط، ده اللي احنا بنأكده، ده اللي بنأكده النهارده. مش لازم تاكلي اكلات مخصوصه عشان بعمل دايت، لا، ده انا هاكل من اكل البيت وهاكل رغيف بلدي وانا في كامل سعادتي. طبعا العيش البلدي وجماله مع الاكل الحرش بتاعك النهارده ده، لا، ده الواحد يقعد على الطبليه بقى كده ويفرد وياكل زي ما هو عايز، وياخد الكبسوله ويخس، وكمان نقط الحرق والاعشاب، بالاضافه للهديتين اللي جايين لك مجانا النهارده، البيوتين والقهوه الخضراء. طب انا هسيبك كده وخلاص. طب يا دكتور، قبل ما نروح للباقي، ايوه احنا إيه؟ مش عايزين نحرق كل ده، عامله لك مفاجاه حلوه جامده قد كده. طب احنا عايزين نقول الاول بس، اتفضلي، نشوف حالات قبل وبعد حضرتك كده، وصلتي معاهم لنتيجه حلوه. يلا بي. وبعدين نرجع نقول بقيه مفاجات الدكتور. يلا بينا.
الله على الجمال. شايفين الأمراية اللي قدامنا دي كانت راحة تعمل مناسك العمرة، وللأسف ما كانتش عارفة تتحرك ورجعت حزينة جدا من العمرة، لأنها للأسف ما قدرتش تعمل المناسك زي ما كان نفسها فيها. لكن مع نزول الوزن الحركة بقت أحسن، حركة رجليها ركابها غضارفها بدأت تتحسن كتير جدا، لأن الوزن ده بيحمل على إيه يا شيف؟ بيحمل على ركابنا، على غضارفنا، الحركة ما بتبقاش يعني بصورة طبيعية زي ما احنا بنشوف. لكن مع نزول الوزن حياتنا بتتغير، نزلت اكتر من 25 كيلو في شهر ونص، وده اللي بنوعد بيه النهارده. حلو جدا، حلو جدا، نتيجه حلوه طبعا، وما شاء الله واقفه اهي. انا هنا كانت واقفه بس الحجم باين ان كان كتير، اتغيرت طبعا. واترسمت النحت اللي بنتكلم عليه، طلع وسط، ما كانش فيه وسط، البطن كانت مغطيه على شكل جسمها كانثى، لكن بعد شويه عرفت تلبس جاكيت وتلبس بليزر بعد العبايات الواسعه في واسع علشان تغطي شكل الدفوهات اللي في جسمها. حلو قوي. معانا صوره تانية ولا خلاص؟ معانا صوره زي ما احنا شايفين. طبعا لابسين الجلابيه والعبايه عشان نعمل ايه؟ عشان نغطي المشكله. كان بيعاني من مقاومه انسولين، وواضح جدا عنده لانه كان عنده شراهه كبيره للسكر، بالاضافه انه بياكل دايما بالليل وينام، شغله بيؤدي الى كده. يعني عايزه اقول لكل شخص بياكل بالليل وينام، انا مش هقول لك ممنوع تاكل بالليل، لان احيانا في ناس نظام حياتهم اليومي كده، هو شغله كده، هقول له سيب شغلك في الشغل وبالليل بيبدا يعني ما بياكلش الا وجبه واحده على اخر اليوم. لو جيت اقول له لا غير لي نظام حياتك وابدا كل الصبح او كل اخرك الساعه 6 او الساعه 7، يبقى انا كده يعني بظلمه جدا في حياته. صح. لكن سيبناه ياكل زي ما هو عايز، ادينا له الكبسوله المزدوجه والنقط والاعشاب اللي نظمت له حركه الامعاء كمان. يعني احنا كمان بنوعدك تنظيم حركه الامعاء، مفيش امساك عندك طول ما انت بتعملي يعني نظام التخسيس بتاعنا او رحله التخسيس، كل حاجه ماشيه في نصابها، كل اجهزتك شغاله بكفاءه عاليه. اللي عنده مقاومه انسولين بتنتهي تماما، السكر من النوع الثاني ينتهي، بننظم سكر الدم، ضغط الدم، كل ده بمتابعة فريق طبي قوي جدا جدا جدا. أهم ما في الموضوع، أهم من الشيء نفسه، أن يبقى في حد بيتابعك. بالظبط. لأن هو بيعمل إيه؟ بيديني حافز دايما أن لا يلا كملي، لا كده أفضل، بيحفزك نفسيا أن أنت تقدري تكملي الطريق. بالظبط. ده بيبقى حلو جدا، جانب طبعا الكرسي وفعاليته وأن الدنيا بتبقى فيه تمام جدا. طبعا ده لازم وأكيد، ولازم نلحق كمان قبل العيد، إحنا داخلين على العيد بقى، وأنت بحاجاتك الحلوة اللي بتعمليها لنا اللي بتجوعينا. حلقة بكرة مش عايزة أحلق. يعني مش هقول لكم حركات، حركاتك يا شيف جامده جدا، والعيد بقى ودخلته والفته والفشه والحاجات اللي احنا بنقعد قدامها وناكل ونسحب طبق في طبق وننسى نفسنا. لا، الكبسوله هتحجمك شويه، هتاكلي وهتستمتعي بالعيد واكلاته، لكن وزنك هيقل، هتظبطي مقاساتك قبل العيد ولبسك، كل ده تحت السيطره قبل العيد بكورس الحرق المضاعف من 15 ل 20 كيلو في الشهر الواحد. يعني قبل العيد ممكن الحق ب 9 10 كيلو وانا كده سايب ايديا لفوق. عايزه اقول حلو قوي، يعني حاجه في الامان التام. طب في مفاجاه كمان، يعني حاجه كده، اديني بقى المفاجاه الاخيره دي، زي الاخيره العصير اللي انت عاملاه كده، حاجه كده من الاخر النهارده، حاجه ساقعه وبترطب علينا كده. اللي بيرطب بقى الخصم، هو ده اللي بيرطب معانا، لان طبعا الميزانيه بعافيه شويه، وكمان على دخله العيد ومصاريفه. طب يا دكتور استني، مش عايزين نكمل؟ يلا اهو انا ساكت اهو، احنا عايزين الناس تفضل متابعه كده. يلا ونقول مع بعض، معانا تليفون ونقول الو يا مريم. يلا بينا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا يا قلبي. ازاي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، كله تمام. اكلم الدكتور؟ معاكي يا قلبي، اتفضلي. تحت امرك. السلام عليكم. وعليكم السلام، منورانا. ده نور حضرتك والله يا دكتور. حبيبتي امورينا. كنت عايزه اسال الفرصه، يعني احنا عايزاه لوالدتي، يعني ده 62 سنه. الحمد لله ما فيش اي امراض مزمنه. طب الحمد لله. وزنها قد ايه وطولها قد ايه؟ والسن كده كام ماما بقى، عندها كام سنه؟ 62. تمام. طب الطول والوزن؟ الطول حوالي 93، الوزن حوالي 93. تمام. والطول 150. طيب عايزه اقول لك ان احنا الموضوع تحت السيطره جدا، ومفيش امراض مزمنه الحمد لله، يعني احنا ماشيين في نصابنا الطبيعي جدا. خلال شهرين ماما هتتغير تماما، اتصلت في الوقت المناسب، لان هتاخدي النهارده كورس الحرق المضاعف اللي هيعمل ايه؟ هينزلها من 15 ل 20 كيلو، يعني بمنتهى الثبات في الشهر الواحد، بالاضافه لايه كمان؟ رسم الجسم، نحت الجسم. انت هتلاقي ماما بعد شويه بتتشكل معاكي على هدومك يا ستي، يعني هما الاثنين هيلبسوا مع بعض. ولا واهم حاجه هتبقى صحتها كويسه. بالظبط. دي ان شاء الله باذن الله. يعني ركب ماما
ظهرها، التعب بتاع كل يوم اللي هي مش قادره تقوم بوظائفها اليوميه، كل ده هينتهي النهارده بمجرد ما تاخد الكورس وتنزل تدريجيا على مدار الشهر، كل ده هيتغير بصحه وخير، وربنا طبعا يبارك لك فيها ويخليها لك. وطبعا انت معانا النهارده اكيد هتكوني من الفايزين انك هتحجزي اول كورس، ويلا بينا بقى. طيب قبل ما نروح للعرض الجامد جدا الدكتوره دعاء هتقول لنا دلوقتي، عايزين نشوف كمان الصفحه على الشاشه دلوقتي حالا وارقام التواصل، عشان بعد ما نشوفه هنقول العرض اللي من الاخر. اهو معانا البيج على الشاشه، وكمان معانا ارقام التواصل، وقلنا في خدمه واتساب. احنا عايزين الكل يلحق، صوري بسرعه الشاشه، خدي الارقام اللي قدامك دي سكرين شوت، ابداي اتصلي برقم رقم اللي تلاقيه مشغول، خشي على تاني او بسرعه على خدمه الواتساب عشان تلحقي دورك في الكورس الخطير، كورس الحرق المضاعف النهارده، لانه الاول 200 متصل يا وبس. يا دكتور قولي لي العرض بقى يا دكتور. العرض الجبار النهارده عباره عن الكبسولات المزدوجه اللي هناخدها تنزل لنا من 15 ل 20 كيلو، بجانب نقط الحرق القويه اللي مركزه خمس اضعاف النهارده وحصري عشان خاطر الشيف عزه حبيبتي. الاعشاب الجباره اللي بتنقي لي دمي، وكمان معانا هدايا ايه؟ البيوتين للشعر والبشره والضوافرك ولكل جسمك، والقهوه الخضراء بتعليه الحرق ومضادات الاكسده. كل ده في بوكس هيجي لك اسمه بوكس الحرق المضاعف، بس انت اقدري شيليه ويلا يخليك قد المسؤوليه، من 15 ل 20 كيلو، ثبات ونزول، وعايزه اقول لك صحه وطاقه ورشاقه، بترخيص من وزاره الصحه، بشحن مجاني متابعة مجانية مع أكفأ دكاترة التغذية، وخصم إيه؟ أيوة جبار وكبير. بسرعة بقى قبل الحلقة تقفل. طب هقولك على حاجة، خلي الخصم ومفاجأة مع الفريق الطبي، أول ما تتصلي اعرفي الخصم على لا قولي لي يا دكتور. احنا خصمنا النهاردة أكبر من أي مرة نزلنا فيه. طب يلا عشان يعني لا 50 ولا 60 عشان يبقوا متصلين عارفين الدنيا فيها إيه. لا 50 ولا 60%، احنا النهاردة بنتكلم في 70% خصم والأول مرة وحصري. واو. بس نلحق بقى. لا هو خصم جامد جدا يا جماعه، الحقوا بجد لان البوكس حلو قوي، وكمان المتابعه مجانا والشحن مجانا وخصم 70%، مفيش عظمه اكتر من كده، واول 200 متصل، متهيالي مفيش احلى من كده نجيبه لكم تاني، حاجه من الاخر عظمه قبل العيد، ده هنسميه بوكس العيد. يلا لان بصراحه اول خصم 70% معايا في البرنامج الاسبوع ده، فانا ايه يعني هسميه بوكس العيد، افتتاح العيد، العيد الاضحى، سموه زي ما تسموه، المهم اتصلوا قولوا برنامج ماما في المطبخ بوكس العيد. تمام يا شيف، تمام يا شيف، تسلم ايدك على الجمال. انا اللي بشكرك على عرض الحلاوه وكل والله حاجه، والله عرض من الاخر فعلا حبيبتي. يعني انا قعدت اقول لا دي هتقول لي 50، هتقول لي مثلا مش عارف خدي ايه وعليه ايه. لا ازاي، انت وحشاني جدا، انت وحشاني جدا، ولازم لمتابعين الشيف عزه النهارده احلى حاجه واقوى حاجه، ويلا نلحق لان ما عادش على العيد كتير يا شيف. هيلحقوا وهياخدوا، لان انا عارفه متابعيني بيحبوا الخصومات زيي، فهيجيبوا من الاخر. بشكرك جدا دكتوره دعاء نوير، كانت معايا مشرفاني ومنوراني النهارده. سريعا هنستعرض او هنقول مع بعض عملنا ايه. اول حاجه قدامي كده بسم الله الرحمن الرحيم، عملنا الرز بلبن الخطير اللي احلى من بتاع الشارع الكريمي، اللي زي ما هيجيبوه دلوقتي كده معايا وانا بتكلم، هتلاقوه كده واخد التشقيقه بتاعه الوش، عارفه الكرمشه بتاعه الوش دي، الله. تعرفي على طول ان انت عامله رز بلبن ناجح وكريمي وطعمه حلو جدا. ظابطين السكر، حاطين كريمه، حاطين كريم شانتيه، مدلعينه من الاخر. وكمان عملنا مع بعض عصير البطيخ الفظيع ده المتلج الحلو، اللي هي يعني النهارده الجو حر جدا. أيوة. يا دكتور. أيوة. فاحنا محتاجين حاجه ترطب خالص. والعجه اللي انتوا طلبتوها مني وانا ما اقدرش تطلبوا مني حاجه وانا ما اعملهاش، عملناها مع بعض على الهوا، وطلعت النتيجه كمان على الهوا غير النسخ اللي انا عاملاها. اطلبوا وانا انفذ اموره، واحنا نعمل، احنا هنا في خدماتكم، في اللي انتوا تامروه احنا، اللي انتوا تطلبوه احنا بننفذه على طول. كده خلصت حلقتنا، اشوفكم في حلقه جديده، الحلقه بتاعت بكره جامده جدا، استنوني في حلقه جديده، والسلام عليكم.